مش هطلعها على الفيسبوك. بصوا يا جماعه، بصوا احنا في فرنسا دلوقتي، في فرنسا، وبعدين فجاه لقينا فران، يعني حاجه من الحاجات الغريبه. يا اما كاميرا القناه دي بتصطاد للفران، يا اما انا ريحتي بقى هي اللي بتجذب الفران. مش معقوله بقى، مش معقوله يعني. طب يا ريت كلنا نشوف كده في الصفحه بتاعتنا على يوتيوب فريش فنادق، عشان نجيب لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف موجود فيكم. يو سي ات؟ اوكي يلا.